بسم الله الرحمن الرحيم. مدينة طفس 21/10. لا يزال القصف المدفعي متواصل على مدينة طفس بشكل يومي، والدماء لا تراق، والشهداء يتم تقديمها من مدينة طفس بشكل يومي. هذه الرصيفة التي تم إلقاؤها من كتيبة المدفعية في مدينة درعا على مدينة طفس على بعد 15 كيلومتر، وتم تهديم المنزل من هذا الجانب وتدمير البيوت في المنطقة المحيطة بشكل كامل. معنا أحد الأخوات المتضررات جراء هذا القصف. شو السبب انه عم يكصفوا عليكم بشكل يومي؟ والله لا سبب ولا شيء، هيك بيجي بكصفوا فينا. ما احناش عاملين شيء، احنا اهالي عزل، احنا عزل، ما احنا عاملين اي شيء، ما احنا عاملين اي شيء، بيجي بكصفونا. يعني ببيتي انا واولادي، خل قذيفه لو اولادي تجرحوا، جاري نشوف هذا كمان، جاري هذا في اجته قذيفه اتعرض صورها بكي كمان، هدمت له منزل هذا قريب عليه 10 امتار بيناتنا، عليه قذيفه، على جاري قذيفه، انا برمضان قذيفه اجتني، وكمان بالعيد الاضحى قذيفه اجتني. من الشايف اياتها سبب إلا يعني عم يقول انه في عصابات ارهابيه مسلحه. ما في عندنا لا عصابات ارهابيه ولا عندنا غيرها، هذول هم الجيش المنشق من عندهم، هذول اللي بيجوا بيحمونا، بالعكس حامينا وحامين اولادنا وحامين شبابنا، ما احنا شايفين اي تاثير منهم. القذائف على مين عم تنزل؟ والله على الاهالي العزل، الاهالي العزل ما بتنزل على حدا، بعدين هم ما بدوش لا بده مسلحين ولا بده غيره، صار يكتف بالاهالي، بده الاهالي وبس. بس لحشته البشار انه بشكل دائم قال كل ما هاي اصلاحات مشان تطهير البلد من عصابات مسلحه. اي تطهير البلد، اي تطهير البلد، ما في، ما احنا شايفين في اي شيء، ما فيش حدا قاعدين، بالعكس هو اللي قاعد بدوسوا علينا وبيضربونا. والقذائف هاي ليش الجيش اللي انشق من عنده؟ عندنا قذائف هاون، عندنا قذائف مدفعيه، عندنا دبابات، ما في عندنا شيء، ما في عندنا من هالشيء هذا كليا، ما في عندنا. هذه صرخه المراه يجب ان تصحي الضمير العربي بشكل كامل، إنسانيا، أخلاقيا، وجدانيا، إيمانيا، دينيا. أنقذوا مدينتنا، أنقذوا درعا، أنقذوا الثورة السورية، ومدوا لها يد العون برحيل بشار وبمقتله حتى يكف هذا البلاء عنا وتقف الدماء، لأن جرحنا ينزف بشكل يومي، وحمام الدم لم يتوقف في مدينة طفس، ولا حول ولا قوة.